أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في الآية نت: حقوق الإنسان تقول إن 475 قتيلا و 27 ألف جريح في ارتفاع لحصيلة ضحايا التظاهرات. في القدس العربية العراق يقول: إيران تسعى لفرض السهيل على الكتل السنية لخلافة عبد المهدي. في الزمان: ساحات التظاهر تعلن الرفض المسبق لأي مرشح تقترحه الأحزاب. نقرأ في العرب الجديد: البرلمان العراقي يمرر مواد من قانون الانتخابات ويتعثر بأخرى. في المدى نقرأ عن هاكرز يحرج الحكومة للمرة الثانية منذ انطلاق التظاهرات، مراسلاتكم الرسمية بيدي. في الشرق الأوسط نقرأ عن الخارجية الأمريكية وتطلب من الكونغرس الموافقة على خفض عدد موظفيها في العراق. وفي اندبندنت عربية: الكونغرس الأمريكي يحيل ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ. أهلا بكم. رأت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية أنه ينبغي على واشنطن وحلفائها الأوروبيين مساعدة العراق لمنع انزلاقه إلى حرب أهلية نتيجة أعمال القمع والقتل التي تقوم بها بعض الميليشيات الموالية لإيران ضد المتظاهرين. وقالت الشبكة في تقرير كتبته الباحثة ليندا روبنسون إن المتظاهرين العراقيين أوضحوا مطالبهم بشكل قاطع، وهي تغيير النظام الطائفي وإنهاء التدخل الإيراني في بلادهم. الكاتبة أشارت إلى أن ردود فعل إيران العشوائية والعنيفة تجاه الاحتجاجات في العراق تعكس خوفها من خسارة نفوذها في العراق الذي يشكل حالياً المصدر الرئيس لإيراداتها من التصدير بعد فرض العقوبات الأمريكية عليها، لافتة إلى أن العراق بعكس كثير من الدول النامية لديه الإمكانات والموارد والعلم للتقدم إلى الأمام، محذرة من أنه ما لم تجد الطغمة الحاكمة الإرادة لتقديم تنازلات لمصلحة البلاد فإنها يمكن أن تدفع بالعراق إلى حرب أهلية مدمرة. وأفادت الكاتبة بأنه على الشعب العراقي أن يقرر مصيره ومستقبله بنفسه وشكل النظام السياسي الذي يريده دون أي تدخل خارجي، منوهة إلى أن بعض الزعماء العراقيين المحسوبين على إيران قد يتسببون بمزيد من العنف وإراقة الدماء نتيجة سكوتهم تجاه المجازر التي ترتكب بحق المتظاهرين السلميين. ولفتت الكاتبة إلى أن الجميع رأى كيف كانت ردود فعل إيران تجاه الاحتجاجات في العراق، وهي في الواقع تعكس عصبية نظام طهران وخوفه مما يحدث، لأن سياسة أقصى الضغوط التي تطبقها الإدارة الأمريكية على إيران جعلتها تعتمد بشكل كبير على العراق كمصدر دخل. وأنهت ليندا روبنسون تقريرها بقولها إن الولايات المتحدة لها مصلحة كبيرة بتحقيق الاستقرار في العراق وإنهاء النفوذ الإيراني، لذلك يجب عليها إلى جانب تقديم مساعدات أمنية ومكافحة الإرهاب، يجب عليها أن تسعى إلى تعزيز قدراته لضمان سيادته أي العراق، ويمكن للولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين أن يلعبوا دورا رئيسا في دعم وتمكين العراق من ضمان سيادته وتطبيق الدستور الذي يحظر وجود ميليشيات، وهو ما سيمنع اندلاع حرب أهلية بحسب ما تقول الكاتبة ليندا روبنسون. لم يفلح تطبيق وصفة المرشد الإيراني علي خامنئي في كبح جماح الانتفاضة العراقية ووقف تصديها للحكم، مع أن وكلاءه من العراقيين لم يقصروا في تجريب كل الوسائل التي اعتقدوا أنها يمكن أن تنال من عزيمة المنتفضين وحماسهم. عبد اللطيف السعدون يقول في صحيفة العربي الجديد أن وصفة خامنئي جوبهت بإصرار شباب التحرير وعنادهم وتصميمهم على السير بانتفاضتهم إلى النهاية، ومهما كان حجم فاعلية الألغام التي توضع في طريقهم ومهما كان مداها. تلقف رجال الميليشيات وصفة خامنئي لهم بكل حماسة، وشرعوا في ترويج سرديات متهافتة
تتوافق مع مخطط الإساءة المتعمدة لهوية الانتفاضة والمنتفضين، وأحياناً محاولة شيطنتها وشيطنتهم، وكلها لم تصمد أمام المنطق وهدفها واضح: تبرير الإجهاز على الانتفاضة وإنهائها. وهذا ما ينوون فعله اليوم. واحدة من هذه السرديات تركز على دور مفترض لأمريكا وإسرائيل والسعودية في الانتفاضة كصفحة من مخطط لضرب محور المقاومة والممانعة، وثانية تزعم أن ساحات التحرير تحولت إلى أوكار للرذيلة والفساد ومن الواجب كف أذاها عن الناس، وثالثة تحمل الانتفاضة مسؤولية ما ارتكبته الميليشيات السوداء نفسها من اغتيال وخطف وحرق، وجديدها واقعة ساحة الوثبة. تصح على السردية الثالثة حكاية رمتني بدائها وانسلت، وبخلاف هذه السرديات الثلاث تحتفظ سردية الانتفاضة بوضوحها ونقائها وإخلاصها للحقيقة، وهي تقرر دوما سلميتها وتصميمها على الالتزام بسلميتها إلى النهاية، وتطرح مطالبها في التغيير الشامل الذي يعيد العراق إلى العراقيين. وقد يكون مناسبا أن يضاف إلى ما سبق أن مطالب الانتفاضة قد لا تتحقق دفعة واحدة، ولكن يكفي أنها أعادت الوعي إلى قطاعات عريضة من العراقيين كانت قد سلبته منهم قوى الاحتلال والهيمنة على مدى السنوات العجاف التي مرت. وبحسب الكاتب فإنه يكفي الانتفاضة أنها هزت عروش الذيول والأذناب الذين تصوروا أنهم باقون على صدر الناس المقهورين إلى الأبد، وأجبرتهم على القفز على أولوياتهم والبحث عن حلول تضمن إعادة إنتاج العملية السياسية الماثلة والبقاء على عروشهم فترة أطول. إلى مقال آخر، ما قاله رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في خطابه الأخير هو عملية إجهاز بشكل كامل على مفهوم الوطنية في دساتير الأمم، والسعي لتحويل مجلس الوزراء إلى منصة لإطلاق أحدث النكات على أو علي حسين عفوا. يرى في صحيفة المدى، يرى أنه عندما يقول رئيس وزراء أسقطته احتجاجات شعبية راح ضحيتها المئات من الشباب، حينما يقول إن وزارته ستغادر وهي مرفوعة الرأس، فهذا القول قمة الاستهانة بدماء الشهداء. عندما يشرح عبد المهدي أسباب رفعة الرأس هذه نجدها مضحكة من عينة هناك إنجازات تحققت بشكل واسع في موضوع زراعة الشلب، كما أن رئيس الوزراء يعتقد أن عدم إقامة معرض بغداد الدولي أدى إلى توقف معظم المشاريع في العراق وانسحاب المستثمرين وخسارة العراق مليارات الدولارات. إذن بعد قتل شباب التظاهرات وتخوينهم جاء الدور لتحميلهم فشل الحكومة وعجزها عن إقامة مشروع صناعي واحد. صناعة الفشل لا تقل خطراً على الدولة من صناعة الإرهاب. الثانية تحاول إسقاط الدولة بالقاضية، لكن الأولى تجعلها تتآكل من الداخل حتى تجد نفسك فجأة أمام منظومة عاجزة عن الوفاء بأي التزام، لأن التزامها الوحيد كان للكرسي والصفقات السياسية وليس للناس. منذ أن قدم عادل عبد المهدي استقالته والجميع يصرخ لا بديل، تتغير الحكومات في بلدان العالم ويذهب رئيس وزراء ويأتي بعده آخر دون أن يحتل الخبر الصفحات الأولى والاهتمامات الناس، فالبلدان لن تتغير برحيل مسؤوليها. لا أحد في العراق منذ 16 عاماً اعتبر بناء نظام سياسي قوي ومستقر وقادر على الاستمرار والتجدد والتحديث والاستيعاب وفرز البدائل مشروعاً وطنياً مهماً، لأن المشروع الأول كان إرضاء أتجار الأرجنتين والدفاع عن مصالحها. في نهاية مقاله يقول علي حسين إن التنمية السياسية ليست أقل أهمية من زراعة الشلب التي يتباهى بها عادل عبد المهدي، والإصرار على عدم وجود بديل، يعني وكأنه لا يوجد مجتمع حقيقي.
الآن إلى مقال آخر. تناولت مجلة ناشيونال انترست تحذير وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران والميليشيات الموالية لها في العراق، تحذيره إياهما من رد حاسم، وذلك على خلفية استهداف قواعد عسكرية تستضيف قوات أمريكية في العراق، كان آخرها هجوم صاروخي قرب مطار بغداد. وقالت المجلة في تقرير لمراسلها لشؤون الأمن القومي ماثيو بيتي إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثارت ثائرتها إثر هذا الهجوم. المجلة أشارت إلى أن رد الإدارة الأمريكية على ذلك الهجوم يظل موضع شك نظراً لقيود السلطة القانونية الممنوحة لها، وتوجه إدارة ترامب أصابع الاتهام إلى فصائل مسلحة مدعومة من إيران عقب سقوط وابل من الصواريخ بالقرب من مطار بغداد الدولي هذا الأسبوع، مما أدى إلى إصابة 5 جنود عراقيين بجروح. وحذر بومبيو الجمعة الماضي إيران من أن الولايات المتحدة سترد بشكل حاسم إذا أضرت هي أو وكلاؤها بالأمريكيين أو حلفاء أمريكا أو المصالح الأمريكية. وفسرت المجلة تحذير بومبيو على أنه يعني ضمناً أن الولايات المتحدة قد تخوض حرباً على ما يبدو ضد إيران دفاعاً عن سيادة العراق واستقراره. وقالت المجلة إن تصريحات بومبيو أثارت الاستهجان بشأن صلاحيات إدارة ترامب لإعلان حالة الحرب، وأعادت فتح أسئلة ظل الكونغرس يسعى جاهداً طيلة أشهر مضت لحلها. ويبدو من غير الواضح بشكل كامل ما إذا كانت إدارة ترامب تستطيع من الناحية القانونية إصدار أمر للقوات الأمريكية بالرد على هجوم من شاكلة ذلك الذي شنته فصائل مسلحة موالية لإيران الأسبوع المنصرم والذي أسفر عن إصابة جنود عراقيين. وبإمكان ترامب وفق تقرير المجلة الزعم بأن لديه تفويضاً بالقتال في الشرق الأوسط استناداً إلى 3 قوانين مختلفة، هي قانون التفويض باستخدام القوات العسكرية ضد الإرهابيين لعام 2001، وقانون التفويض باستخدام القوات العسكرية ضد العراق لعام 2002، والصلاحيات الممنوحة بصفته قائداً أعلى للجيش بموجب المادة 2 من الدستور الأمريكي. هناك ظواهر عدة تستوقف الموجود في بيروت هذه الأيام بعدما مر شهران كاملان على الثورة الشعبية التي هدفها التخلص من عهد حزب الله الذي بدأ فعلا في أواخر العام 2016 مع تمرير التسوية الرئاسية. خير الله يرى في صحيفة العرب اللندنية أن التظاهر أو أن الظاهرة التي لا بد من التوقف عندها حال الإنكار لدى كبار المسؤولين لمدى خطورة الأزمة الاقتصادية والوضع المالي، إنها أزمة تهدد وجود لبنان لا أكثر ولا أقل. ليست لدى هؤلاء المسؤولين أي فكرة عن أن مصير البلد على المحك في ظل شبه انهيار للنظام المصرفي الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد، بل شريان الحياة للبلد كله. من المعيب غياب المنطق لدى كبار المسؤولين في لبنان. سيأخذ غياب المنطق لبنان إلى كارثة حقيقية، خصوصاً أن الناس ستشعر بالجوع قريباً مع انهيار المؤسسات الخاصة الواحدة تلو الأخرى، مع ما يستجلبه ذلك من بطالة ومشاكل ذات طابع اجتماعي. لو لم يكن هناك غياب للمنطق لكانت تشكلت حكومة اختصاصيين سريعاً، فالبلد أهم من تمثيل هذه الأحزاب في الحكومة. هل يختار لبنان منطق الحكمة والتعقل؟ أم يختار البقاء في وضع البلد المعلق الذي لا يعرف أين مصلحته؟ هذا السؤال الأساسي يطرح نفسه بإلحاح، خصوصاً أنه ليست هناك جهة معينة مستعدة لإنقاذ الوضع الاقتصادي اللبناني في غياب شروط معينة باتت أكثر من معروفة. في النهاية، هل يسهل حزب الله الذي يخشى إفلات لبنان منه تشكيل حكومة لبنانية معقولة ومقبولة من المجتمعين الدولي والعربي؟ أم أن همه محصور في الدفاع عن مصالح إيران من دون أي مراعاة لمصالح لبنان واللبنانيين؟
بما في ذلك أبناء الطائفة الشيعية. ويقول خير الله خير الله أيضا إنه في انتظار الجواب عن هذا السؤال، وهو جواب يبدو معروفا سلفا في غياب معجزة. تبدو بيروت مدينة حزينة، حزينة حتى الموت. حثت صحيفة لوموند الفرنسية المجتمع الدولي على التحرك لوقف القتل اليومي للمسلمين في الهند، وأكدت أن قانون الجنسية الجديد الذي يصنف المسلمين أشخاصاً منبوذين غير مقبول على الإطلاق، ونشدت بافتتاحيتها المجتمع الدولي الخروج عن صمته بشأن عمليات القتل اليومية للمسلمين المشتبه فيهم بذبح الأبقار بالهند، وبشأن الانقلاب الذي نفذته السلطات الهندية في كشمير، حيث لا يزال القادة المنتخبون ديمقراطياً يقبعون في السجون منذ 4 أشهر، ولا يزال سكان الإقليم محبوسين داخل بيوتهم. الصحيفة شددت على أن موجة الغضب التي تجتاح الهند منذ الأسبوع الماضي ضد قانون الجنسية الجديد المبني على التمييز العنصري ضد المسلمين هي في الوقت ذاته تعبير صارخ عن رفض استبداد حكومة ناريندرا مودي وما تقوم عليه من أيديولوجية عنصرية للقوميين الهندوس. وقالت الصحيفة إن هذا القانون الجديد بمثابة شطط رهيب، إذ بحجة حماية المجتمعات الدينية المضطهدة في البلاد المجاورة تهدف الهند من ورائه إلى التمييز بين المسلمين وعزلهم. وإن لم يكن الأمر كذلك، تتساءل الصحيفة لماذا لا تستقبل الهند مسلمي الروهينغا الذين طردوا من بورما البوذية، أو مسلمي سريلانكا ضحايا جميع أنواع الانتهاكات في بلدهم. والواقع بحسب الصحيفة الفرنسية أن الذي يجري في الهند هو تنفيذ مودي وحزبه لمشروع القوميين الهندوس الذي أعدوه في 20ات القرن الماضي، ويتقدم مودي في تنفيذ مشروعه دون مقاومة داخلية ولا خارجية، إذ إن المعارضة يسيطر عليها منذ فترة طويلة حزب المؤتمر الذي أنهكته سنوات من السلطة ونخره الفساد. أما قوة النخب والأكاديميين والصحفيين والمنظمات غير الحكومية فإن نظام مودي حيدها بالكامل. وختمت لوموند بالقول إن أجندة مودي التي ينفذها خيانة لوعد الأب الروحي للاستقلال الهندي المهاتما غاندي ورئيس وزرائه جواهر لال نهرو بإنشاء دولة منفتحة على التنوع لا يحكمها الدين، مؤكدة أن دولة مثل الهند التي تدعي أنها أكبر ديمقراطية في العالم لا يمكن أن تحول أو أن تحول الملايين ممن يقطنوها منذ أمد بعيد إلى سكان لا حقوق لهم استنادا إلى معتقداتهم الدينية. اضطر صاحب فندق النمساوي من فئة 4 نجوم التنازل عن قضية كان قد رفعها على أحد النزلاء ودفع له تعويضاً قدره 10,000 يورو بعد اتهامه بتشويه سمعة الفندق، ليتضح بعد ذلك أن الزبون كان على حق. وكان السائح الذي أقام في فندق بمدينة أنسبورغ عاصمة إقليم تيرول النمساوي قد نشر تعليقاً عن الفندق عبر فيه عن استيائه لما وصفه باستقبال جد نازي للنزلاء، وذلك في إشارة إلى صورة تتصدر حائط الاستقبال في مدخل الفندق يبدو فيها شاب ورجل آخر وكلاهما يظهران بلباس عسكري عليه شارة الصليب المعقوف وهو شعار النازية. وأزعج منشور السائح صاحب الفندق فسارع بمطالبة الصفحة الإلكترونية بإزالة التعليق بدعوى التشهير، ولم يكتفي بذلك بل قصد المحكمة ورفع قضية قانونية ضده مطالبا بمحاكمته وبتعويض عن تهمة النازية التي يعاقب عليها القانون النمساوي. وقالت المحكمة إن وصف الجد بالنازي تهمة لا تهاون فيها ولا تتساوى مطلقا، وحق النازي في إبداء رأيه وفق حرية التعبير الذي سارع بدوره مطالبا باستئناف الحكم بعد أن بحث ومحاميه عن تاريخ الجد وصديقه.
الآن أذهب إياكم إلى كاريكاتير اليوم. هذا كل ما لدينا في صدى الأقلام لهذا اليوم مشاهدينا الكرام، طاب يومكم وإلى اللقاء.